مولانا يمكن الاسئله الكتير اللي بتدور دلوقتي في اذهان الناس عشان احنا بقى في فصل الصيف فهتلاقي شبان وشابات كتير هيبداوا الخطوبه وبعدين يجوا باذن الله سبحانه وتعالى على يمكن رمضان اللي جاي ويمكن على العيد برضو يبداوا بقى كاتب الكتاب فهنبدا الاول بالخطوبه هل الخطوبه ليها شروط وحدود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الآية من سورة الروم وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني فحينما ناتي الى سيدي الكريم الى عقد الزواج الصحيح في الشريعه الاسلاميه بايجاز شديد عندنا مقدمات ومكونات ومتممات عظيم المقدمات هي ليست جزءا من العقد ولكن هي تعتبر تمهيد للعقد تتمثل في الخدمه وحسن الاختيار. اما المكونات هي الاركان والشروط التي يجب توافرها ليكون العقد صحيحا تتمثل في الولي عند جمهور الفقهاء وتسميه او تحديد الصداق سواء نقدي او عيني او منافع سواء معجل او مؤجل او منصف على حسب الاتفاق ثم شهاده الشهود واقل ذلك عدلان وان كان ابو حنيفه رضي الله عنه كاجاز شهاده النساء في عقد الزواج م. ثم ناتي بعد ذلك الى المتممات كالمقدمات يعني هي ليست جزءا من العقد تتمثل في ثلاثه اشياء في الوليمه وفي الزفاف وفي الاعلان بالنون مم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الزواج اعلنوه في المساجد وضرب عليه بالدفوف مم فحينما ناتي الى الخطبه جزاك الله خير لان هنا لو احسن المجتمع فهم مقدمات الزواج من الخطبه وحسن الاختيار كما قال الفقهاء لو انصف الناس لاستراح القاضي ده حقيقه فحينما ننظر الى المشاكل الاسريه مبعثها سوء الاختيار اما بالتسرع اما بالرعونه اما بعدم دراسه الموقف جيدا يعني يمكن بعض الناس يا استاذ يوسف يتخيل ان الخطبه هي معاينه لجسد المراه هذا خطا لا خطا ماذا قال الفقهاء سيد الكريم قالوا الخطبه شوف الادب هنا وتكريم الاسلام للمراه مم التماس الخاطب الزواج من جهه المخطوبه التماس التماس كلام راقي جدا يتوافق عليه او ما يتوافقش ومن مين من المراه من السيده يعني ان الرجل سنة. مش هيروح يذهب بقى بفقه بدوي ويقول لها يعني انا السيد وأنت ما عنديش الكلام ده لا يوجد في الشريعه الاسلاميه لا 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 لكن شوف الادب الفقهي الراقي التماس الخاطب الزواج من جهه المخطوبه. الفقهاء قرروا ايه؟ هو مش المعاناه الجسديه ولا ننكر لان برضه الناس لهم اغراض، خدت بالك؟ لكن هو قالوا يتعرف كل من الخاطبين على الاخر سواء المعرفه الجسديه او الوجدانيه او النفسيه او الاجتماعيه أو الاقتصادية لا مانع. معايا جنابك؟ لو تمت المعرفة المعرفة الصحيحة يبقى هنا الزواج ينبني على المقدمة الأولى الصراحة والشفافية فإن شاء الله يكون زواجاً موفقاً. عظيم. لكن لما تأتي الرعونة بقى يعني إنسان مثلاً لا يعني من المرأة إلا الجسد. أو المرأة لا يعنيها وأهلها من الخاطب الا الرصيد المالي وبعدين ضربوا بالاخلاق عرض الحائط لا المعيار عندنا ايه الاخلاق طبعاً يعني شوف طبعا كما نعلم نجل الرجل قال صلى الله عليه وسلم ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا والا تكن فتنه وفساد في الارضين وخلقه وقال عن المرأة الحديث طبعا معروف في البخاري تنكح المرأة يعني ترغب لأربعة أشياء لدينها وحسبها ونسبها أو جمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك نريد أن نعالج أمرا عبر برنامجنا الواعد والثري بك الحقيقة رب 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 لا أنت لا لا أستوك هادئ وبتستحضر المعلومة من ضيوفك جزاك الله خير يعني مثلا نقول ايه وده نريد ان نعالج الخلل ده في مصر او في المنطقه العربيه اللي هو قد يحجم البعض عن ان يخطب لابنته يقول لك لا ده عيب هنعير لا يا سيد الكريم نقرا سوره القصص سيدنا يو... سيدنا موسى عليه السلام لما راح اهل مدين على الحدود مع الاردن وبعدين وجد فتاتين يعني ضعيفتين تزودان على استحياء كده الغنم اللي معاهم والبقر لكن مش أد... ليست بقادرتين على مزاحمه الرجال الاشداء بالمناكب. فسيدنا موسى شاف المنظر تحركت الشهامه ارجو ان يعيدها الله الى مجتمعاتنا تحركت فيه الشهامه فقال ما خطبكما؟ هو قلل الكلام لم يستطرد قالت لا نسقي حتى يزر الرعاء وبعدين عللت الخروج وأبونا شيخ كبير يعني شيخ هرم لا يستطيع الخروج لكبر سنه فسقى لهما ثم تولى إلى الظل المهم لما ذهبت إلى وقت مبكر بعد أن سقى لهما الرجل الصالح لم يرد أن يأكل المال أجرة هذا الرجل وبان أنه غريب المهم إيه جاءته شوف بقى الادب فجاءته احداهما تمشي على استحياء سيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل اراها بفنين فجاءته احداهما تمشي وقف على استحياء قالت يبقى نسب الاستحياء الى القول وراح قال لون ثاني فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت يبقى هنا المشي لل الاستحياء للمشي الله يفتح عليك المهم فراح معها البيت قال بعدين هي اعتحطت لعرضها ما قالت له انا عزماك قالت له ان ابي, أبي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فراح معها حتى ان العلماء قالوا منها كانت باديه ومكشوفه ومناخ فوجد ان الهواء هيكشف جسدها ويجسمه فصار امامها وقال لها شاوري بالحصى الله يفتح عليه وبعدين لما راح للراجل ف هي بتقول له شوف البنت مش عايزه بقى يعني الامتهان او الابتزاز قالت له يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين لما شافته بقى مع الرعاة الاشداء قوي الشخصيه و... وسقى لهما وبعدين لما ما رضيش يمشي خلفها حتى لا يرى جسدها فقالت له ان خير من استاجرت القوي الامين, الأمين. هي دي الراجل هنا بقى ده اللي عايزين نعالجه في مجتمعنا المصري والعربي بصفة عامة قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجك ومعش فلوس يبقى هنا مهر يا أستاذ يوسف غائب اللي هو مهر المنافع والرسول أقره اللي هو كان يحف زوج رجل من امرأة أو بامرأة من نظير انه يحفظها ما يحفظ من القران الكريم الله. فين مهر المنافع الان مش موجود خدت بال حضرتك وبعدين بقى البركه وراح مصر وتلقى الوحي الى اخره فاذا هنا الخطبه مشروعه بس نقول بقى يشترط في الخطبه سيد الكريم طبعا شروط ان تكون المراه صالحه له للزواج مم. يعني لا تكون مخطوبه الغير ولا تكون زوجه الغير ولا طبعًا. تكون محرمه عليه طبعًا. لا بنسب ولا برضاع ولا مصاهره وان تكون النيه فعلا للزواج مش معاينه نساء مو في بعض الفساق والعياذ بالله قد يدخلون بيوت الناس ليعاينوا البنات والله ربك ما بيسيب يعني يحذر هؤلاء أو بيتجوز عماله على بطال يعني يتجوز وبعد شهرين ثلاثه يطلق خلاص ويتجوز تاني ويقول لك انا حر لا مش حر خدت بالك لان ربنا وصف في الزواج واخذنا منكم ميثاقا غليظا ده ميثاق مع ربنا سبحانه وتعالى وبعدين هنقول هنا اللي بيتلاعب بالناس وبمشاعرهم نقول لهم كلمه واحده أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لبنتك أترضاه لكذا وهكذا حلو فاللي أنت أثرته النهارده الخطبة دي اللبنة الأولى شوفوا احنا بصدد يعني مثلا مشروع الأحوال الشخصية ربنا يوفق بإذن الله يا إن شاء الله, الله. بإذن لكن الله. هنا بنقول اللبنة الأولى الخطبة يا ريت نعمل في منظمتنا المدنية نعمل في الأوقاف في الأزهر في مؤسسات الدولة كلها سواء كانت حكومية أو أهلية اللي أنت أثرته والله الناس قد تحس... تحسبه هينا لا الخطبة اللبنة الأولى في بناء أسرة مستقر حجر أساس